أسعد الناس في اعتكافه من خرج من بيته، إذا أراد العبد أن يرى توفيق الله له في اعتكافه فليخرج من بيته لله وفي الله وابتغاء مرضات الله لا رياء ولا سمعة. أكره ما عنده أن يتحدث أحد عنه أنه اعتكف، يتمنى أنه يعتكف ولا يراه أحد ولا يسمع به أحد، لأن هذه خلوة، خلوة بربه يبكي فيها على ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، ويستدرك ما بقي من عمره، لعل الله أن يصلح له فيما بقي من أجله وأن يتداركه بلطفه ورحمته. ليس محلا للرياء ولا للسمعة ولا لقضاء الأوقات في القيل والقال. فأسعد الناس من خرج مخلصا، وأكثر الناس توفيقا من الله وأعظمهم توفيقا من الله من أخلص لله في خروجه. أن يكره أن يراه أحد أو يسمع بها أحد أو يتسامع الناس أو يقولون أنه اعتكف. الأمر الثاني أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عنده الحرص الشديد على السؤال كيفية الاعتكاف وما هي صفته، وأن يكون منه القلب المستجيب للنصيحة فيحب من ينصحه ومن يذكر كيف يعتكف وكيف يؤدي حقوق هذه العبادة، ويفرح ويشتاق لمن يذكر بحقوق هذه العبادة. فإذا رأيته مشتاقا تواقا لمن يأمره بما أمره الله به في هذه العبادة وينهاه عما نهاه الله عنه ويهيئ من نفسه أن يستجيب لهذا الأمر والنهي فهو بخير المنازل، وسيجد من توفيق الله ما لم يخطر له على بال.